من أمام التلفزيون مستشفى العربي. المعمداني في غزة ينضم إلي مراسل العربي إسلام بدر. إسلام، أولا يعني نحمد الله على سلامتك. هذا القصف العنيف لمركز الإيواء في منطقة مكتظة بالنازحين، نرصد وإياك ورصدنا في الواقع اللحظات الأولى بعد هذا القصف، كيف يبدو المشهد الآن، خاصة وأن الدفاع المدني والطواقم الطبية بدأت يعني تحصي أعداد الشهداء وكذلك تحاول مداواة الجرحى أيضا. نعم زاهر، ما حصل كان عبارة عن كارثة بعد أن ارتفع عدد الشهداء إلى 16، وهو ما كان متوقعا في الحقيقة، لأن 10 شهداء كانت حصيلة يعني النظرة الأولى للحدث، وحجم الصواريخ التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر مباشرة لأننا أمام مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال. لذلك الدفاع المدني يتحدث والطواقم الطبية عن ارتفاع عدد الشهداء في هذا الاستهداف إلى 16 شهيدا. مرة أخرى، ما حصل هو أن الجيش الإسرائيلي استهدف المدرسة بعدة صفوف دراسية، ارتقى عدد من الشهداء، بدأ الناس يعاينون الأضرار ويحاولون انتشال الشهداء وإنقاذ الجرحى. جاء أمر إخلاء مباشر من قبل ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاتصال على النازحين، وقالوا لهم غادروا فورا. ونحن نتحدث عن ثلاث مدارس يتواجد فيها مئات العائلات، آلاف الأشخاص. لذلك عايننا أطفال ونساء وشيوخ قبل التدمير الكلي، يهمون على وجوههم، حملوا متاعا بسيطا، غادروا المنطقة إلى منطقة أبعد. ثم بعد أقل من نصف ساعة جاءت الغارة العنيفة الأخرى التي دمرت ونتج عنها المشهد الذي وثقناه في هذا التقرير. 3 قنابل من طائرات الاف 16 دمرت هذا المركز، اي ان جيش الاحتلال الاسرائيلي لم يكتفي بقتله من قتلهم في الغاره الاولى بدون سابق انذار، انما ايضا دمر مركز الايواء بشكل كامل كما تبعنا. وبالتالي المشهد مشهد صعب وكارثي للغايه، يوم دموي ليس فقط بفضل هذه المجزره، ولكن الجيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أيضا في مناطق أخرى هذا اليوم، تحديدا في جنوب وفي جنوب شرق مدينة غزة، في الصبرة وفي حي الزيتون. طبعا السؤال الأبرز الآن ما بعد دفن الشهداء هو مصير النازحين، مئات الأسر أين سيبيتون هذه الليلة بعد تدمير المأوى الذي كانوا فيه، وإلى أين سيذهبوا؟ هذا سؤال صعب لا توجد له إجابة. معاناة هؤلاء ستتفاقم، ستزيد صعوبة، لن يجدوا مكانا ليذهبوا إليه في الحقيقة، وبالتالي مزيد من النازحين، مزيد من المعاناة. هذا عدا الجرح الهائل والكبير الذي نتج عن استشهاد من استشهدوا. إسلام، يعني أيضا ربما غير مفهوم بالنسبة للكثيرين كيف يقوم الاحتلال بقصف مراكز الإيواء، يقوم أيضا بتنبيه الناس ويطلب منهم الإخلاء ويعلمهم عندما تنتهي الغارة كذلك. يعني هنالك يعني في كل هذه العملية شكل من أشكال الاستهداف المباشر المقصود لمدنيين. صحيح زاهر، الجيش الإسرائيلي يقوم بممارسة ما يشبه الخدع، هكذا على الأقل يقول لنا الناس عندما نتحدث إليهم بعد انقضاء الغارة حول ما الذي يعتقدونه، ما ردود أفعالهم، كيف يشعرون تجاه ما يجري. جيش الاحتلال يستهدف هذه المدارس دون سابق إنذار، اليوم استهدف هذه المدرسة وقتل 16 على الفور قبل أن يخبر الأهالي أنه معكم دقائق وغادروا حتى أقصف المدرسة. طبيعة الحال لو قصف المدرسة ومن فيها كانوا فيها كنا سنتحدث وقتها عن مجزرة لا تقل عن 500 إلى 1000 شهيد، وبالتأكيد هذه ستكون كارثة حتى غير مسبوقة بمعايير هذه الحرب. إسرائيل معنية بعد ارتكاب المجزرة بطرد الأهالي، تعميق المعاناة وإجبارهم على نزوح مركب، نزوح جديد. وإسرائيل تراهن على أن المعاناة الناتجة عن عمليات النزوح ستكون ضاغطة إلى حد كبير على الأهالي. طبعا إسرائيل لا تعطي مسبقا تحذيرا قبل أن تستهدف المدارس، هي قتلت من قتلتهم هذه المرة كما فعلت أمس في مدرسة دلال المغربي في الشجاعية، قتلت قرابة 17، نفس الحصيلة تقريبا، في استهداف مباشر لتلك المدرسة، كان ذلك في حي الشجاعية في نفس التوقيت تقريبا بفارق 24 ساعة فقط بين أمس واليوم. وبالتالي إسرائيل مستمرة في الإمعان، في الضغط على الأهالي بقتلهم
أو بإجبارهم على النزوح أو بتعريضهم لضغط نفسي هائل بترك مجال لا يتعدى دقائق لكي يترك الناس الأماكن التي بين قوسين استقروا فيها، وإن كانت الكلمة قد لا تكون لائقة في توصيف معنى كلمة استقرار في مراكز إيواء غير إنسانية بدون أي مقومات حياة، ولكن على الأقل الناس هناك وضعوا فراشا يبيتون عليه، غطاء يتغطون به، بعض الألبسة التي يقومون بلباسها، وربما بعض الماء، بعض الطحين، بعض الغذاء، كل ذلك تركوه خلفهم. الناس حملت أولادها وهربت، الآن جيش الاحتلال دمر كل ذلك، لذلك الناس سيعودوا إلى تحت الصفر الآن، سيبحثوا عن فراش، سيبحثوا عن غطاء، سيبحثوا عن ملابس، وهذه كلها شيء شبه منعدمة في شمال قطاع غزة، لا يدخل شيء منذ 10 شهور، وكل ما هو موجود تم استنفاذه أو تدميره في المخازن، بالتالي الناس تبدأ عمليا معاناة جديدة الآن. لذلك قلت صحيح بأن 17 شهيدا نتيجة فادحة ومجزرة كبيرة، لكن السؤال الأخطر الآن هو مئات العائلات في مركز الإيواء ذلك، كيف سيبتون هذه الليلة وماذا سيفعلون خلال الأيام القادمة؟ إسلام بدر، شكرا جزيلا لك. التلفزيون العربي.